في مجهود ما قدرت أجله. البارحة أنا تبغى الصدق أكذب عليك أكذب عليك هذا عذر عشان أجيك عشان أجيك كل الحكاية اشتقت لك كل الحكاية اشتقت لك كل الحكاية اشتقت لك كل الحكاية اشتقت لك أمر ولا يمر عليك أنا
مشاهدينا مرة جديدة وأخيرة منرحب فيكم ببرنامج فانتازيا على شاشة الـ MBC ومنرحب بالليدي نوال معنا. شكرا كثير على حضورك. شكرا حبيبتي.